the camp is something beautiful, but it's dangerous and some kind of weird. It's very tiny. The camp is very tiny. Like every step you take is dangerous because there's a lot of garbage here and here, and the electricity is above, right above you. So yeah, it's kind of hard, but the beautiful thing in it, like everybody know each other in the camp and help each other, like we are in a country, not a city. أنا في فلسطين كان عندنا غنم. أنا كنت أرعى بالغنم. كان عندنا غنم. لحظة. زراعة. قوم حبيبي، قوم من هون. هناك زراعة. ارجع، شو كنت تعمل بفلسطين؟ شو كنت تساوي؟ زراعة. أزرع. باذنجان بلد. بتبني. أرض. أرض. من 3 سنين لليوم بتوفي 87 شاب، يعني كل جرح عم بيكون بالمخيم، عم بيكون لجرح لكثير اميات بالمخيم. اي حدا بتقول مثلا كهرب بالمخيم، كل ام بينفتح جرحها، بكل بيت في قهر، في شيء. الله يصبر امياتنا يا رب، الله يصبرنا نحن. انا بتمنى نعيش زي بقيه كل العالم، هاللي بنتمنى اطفالنا وشبابنا نتمنى يعيشوا زي بقية كل الشعوب، مرتاحين وبأرضنا وبوطننا. أكيد هاللي بنتمنى، غير هيك ما بنتمنى. حتى لو قعدنا بصحراء بأرضنا بنتمنى. لو أعطونا الجنة وأعطونا صحراء بوطننا، بدنا الصحراء، بدناش الجنة. وأنا من فلسطين، من يافا، وبعرف عن يافا كتير أشياء حلوة مثل البحر ومثل البردقان، وبحلم إني أروح على فلسطين، بس بعرف إنه ما بقدر لأنه محتلينا لفلسطين. We are a basketball girl team. We have like 15 or 16 girls who play in this team. The team means like my family, my everything in my life. I like to be one person in this team because I love to play and enjoy with my friends. My team means for me that I learned from it how to be a one hand, how to work with each other, to share, to love each other. There's no hate between us. Never happened that. I want to send a message for the girls that you have your life, it's your life. You can do whatever you like, you love in it. You can read your book, write, make sports, do sports, dance. You can give all your negative inside to this outside. أنا من فلسطين، من سحماتة، بس عايش ببرج البراجمي. بدي اروح على المدرسه عشان كتير هي حلوه. حابب اصير مهندس عشان ابني بنايات. بدي ابني هون البنايات عشان بالمخيم. ليش؟ عشان دام بن البنايات كتير حلوة. إن شاء الله بنرجع يا رب. لا والله مش أحلى من بلده، حقه بيحسن من بلده. صح. بلد حلوة. لحد أنا كنت أموت وأعيش في وطني. صرنا 72 سنة، مش قادرين نمحي كلمة لاجئ. قادرين نمحيها؟ لا. سنة 72 سنة هذا نمحي كلمة لاجئ، بس أرجع بلدي بنمحها.